حجيه الوالده يعطيها الصحه والعافيه يسلمك يعزك عندها محبس محتفظه به من امها البيبيته متوارثته محبس ضخم بس هي تقدر تلبسه زين 80 كيلو محبس 80 كيلو هو 80 كيلو هبوزين ايش الاخبار هو قبل الذهب زينه وخزينه هالشكل عبك هسه كله طقطوقي 80 كيلو 80 كيلو حبيبي جيب العيد تشيلها بس الحجيه بس الوالده روح بالك فانعزمت بالعرس هو قرايبنا المعرس اي فاخذت تاكسي لبست المحبس مالها اخذت تاكسي اخذت تاكسي واخذت بيكب بيكب المن مول المحبس مو هي تصعد بالتاكسي وين تحط المحبس بالبيكاب يمشون سوا تقيت 80 لعب جهال هي 80 كيلو هذا منجم هذا اي الله يسلمك بالبيكاب يهيش مشى وصاحت لنازل ابو البيكاب نازل عين اثنين تصيح لازم دبل نزلت هي المهم حاسبته راحت للعرس زين شافوا المحبس فالحجه لازم تصفق بالعريس صفقت هيك من راحت ايدها ضربت واحد هناك طيب عينه ودوا الاصحاب ما مشكله هم من قرايبنا ماكو شيء عيني اكو حرامي بصها للحجيه هيك عينه وين صارت على المعبس على الاساس حراميه زين خلصت الحفله رجعت الحجيه هذا الحرامي وراها وصلت الحجيه لبيتنا وراها بعد احنا نمنا وما اعرف ايش الحجيه شلون تنام هي تنام بالهول بس المحبس بالغرفه تخلي هيك تنام اي بس هي لابسته يعني مو تدري حراميه ايش جاي الحرامي منزع المحبس ايش ثقيل المحبس ايش كت خبيث قدر يرفع المحبس هيك قال بده يحطه هيك اضربوا نام المحبس وين صار؟ ايه خنقه قتله مثل البقله صار مات تحيل مات قتله المحبس مال حلال ما يروح مال حلال بيروح ما يروح ما يروح الحمد لله وشكرا ذكرتني بالحلال ما يروح ابو غايب في اليوم قاعد انا والمره بالحديقه زيد عصريات قاعدين قلت له يا بشاي كعك جابت لنا كعك ابو السمسم مغمش ايش طيب بس يسوي جعلي مره لا السبسب وين انت وين شربت من الجالي يلا براحتك قوي جاي ناكل كعك ابو السمسم عيني باوعت هالشكل طلعت المره قلت لها يا بعد تركيه هسه كنت لابستها واقع بالحديقه ما تدري هي دورنا قلبنا الحديقه اقلبها قلاب الحديقه ماكو ايش خسرت يعني فص ذهب وضاع ماكو راح المهم قلت له مو مشكلة يا أبا شو اسوي الله يعوض عين ثاني يوم أقعد أطب للحديقة وألقي لك فد فسيلة فسيلة بالحديقة هلو باوعت لونها غريب شكلها غريب شجرة يعني إيه هاي شجرة مال سمسم مو بحلى لا يا أبا لا مو سمسم وأنا أعرف السمسم مخافك على من الكعك جيت عليه تقربت تلمع وأشوف لك الفسيلة مو خضرة يعني صفرة سبحان الله مرد هالشكل تراكي مال ذهب محمل عثوب لا وقاعته ايه قمت اجيباني وازرع اجيب وازرع بالحديقه والحديقه تنملي لك كلها تراكي مال ذهب وحديقه صار محل صياغه هذا ما بشنو ما قمت انام الليل كله انا بس حارس طبعا لازم تحرسها